سامح المصري، مسؤولة التسويق في شركة بتروميكس ميدل ايست. شركة بتروميكس ميدل ايست من الشركات الرائدة في تصنيع الزيوت والشحوم، واحنا وكلاء لشركة كوندات الفرنسية، ودي من اكبر الشركات الرائدة على مستوى العالم في تصنيع الشحوم والزيوت في العالم كله. يعني طبعا البيز اويل نفسه بيبقى مستورد، الاديتيفز نفسها بتبقى مستوردة، ده بالإضافة إن الكواليتي نفسها الخاصة بالأويل. الأويل في مصر عموما دي صناعة ديك المفروض إن يكون فيها اهتمام كبير جدا بالنسبة للمصنعين، علشان يبقى في تلبية لكل المصانع المتواجدة في جميع القطاعات. احنا النهاردة في مصنع أو في معرض الحديد والصلب، كل المصانع اللي متواجدة هنا تقريبا معظمها احنا بنتعامل معاها، مش شرط قطاع الحديد والصلب لكن جميع القطاعات، يعني أي مصنع بيستخدم زيت احنا بنتعامل معاه. ده بالإضافة للإنجين أويل. الإنجين أويل اللي هو الزيوت الخاصة بالعربيات، الديزل، الكلام ده كله برضو احنا متواجدين فيه. الشحوم على مستوى برضو المصانع بالكامل برضو احنا متخصصين في المسألة دي. ده باختصار شديد يعني بالنسبة لبتروميكس. بتروميكس المصنع بتاعه موجود في العبور، وفي مصنع دلوقتي تحت الإنشاء في العين السخنة. ده بالنسبة لبتروميكس. لو في أي أسئلة تانية، ممكن نقدر نقول كم في المية من صناعة الأويل صناعة مصرية؟ كم في المية إيه؟ من صناعة الأويل أو الزيوت في مصر، كم في المية منها صناعة مصرية خير؟ لا والله النسبة ديك ما تقدريش تحدديها بالتحديد، لأن أنت عندك حجم شركات كبيرة جدا متواجد داخل مصر، مصنع للزيوت وليه حصة من وزارة البترول، وفي شركات تانية مسموح ليها أنها تستورد الزيوت علشان تعوض الجاب اللي متواجدة داخل السوق. الجاب دي بتيجي نتيجة لمتطلبات معينة، يعني في زيوت هنا ممكن في مصانع ما تقدرش توفرها، اللي هي الزيوت التخصصية، اللي هي المصنع بيكون عنده حاجة تقدر تقولي عليها تخصصية قوي، فمحتاجة يعني تقدر تقولي كواليفيكيشن معينة. الكواليفيكيشن المعينة دي بيبقى في شركات رائدة بتصنعها بطريقة معينة خارج مصر. طيب لو أنا مستثمر من المشاريع المتوسطة والصغيرة وعايز أعمل مشروع صغير في مجال الحديد والصلب، ممكن أتكلف قد إيه كزيوت؟ هكلفني قد إيه من حجم الإنتاج؟ لا ده هنا برضو بتفرق، يعني ممكن في عندك صناعات هولمية ومصانع كبيرة جدا وحجم استهلاكها من الزيوت ضعيف جدا، ما بتتقاس كده خالص. هي اللي هي القياس بتاعها حسب الابليكيشن المستخدم داخل المصنع. يعني احنا بنتكلم يعني في مصنع لسه مبتدئ براس مال متوسط، ملهاش دعوه بالفكره دي. يعني انت ممكن تكوني مصنع صغير جدا بس حجم استهلاكك بالنسبه للزيوت عالي جدا. الفكره بتعود هنا لمساله التشغيل نفسه. التشغيل نفسه يعني ايه؟ يعني انا ممكن الابليكيشن بتاع المكنه ده ما بيستخدمش زيت، بيستخدم طاقة مش شغال على الزيت. وفي ابلكيشن تاني لمكان بيبقى شغال، لا استخدامه الاساسي بالنسبة له الزيوت. احنا النهاردة لما بتيجي تقولي مثلا في مصنع زي عز سخنة او سادات او دخيلة او المراكبي او حديد المصريين وتفر، الشركات اللي متواجدة كلها النهاردة في المعرض، الفكرة فيها كلها ان هم المصانع دي مثلا عنده في درفالة على البارد، درفالة على الساخن. الزيوت نفسها اللي بتستخدم بقى في عملية الدرفالة دي احنا بنبقى متواجدين فيها، فهمتيني؟ ده اضافة الى مثلا شحوم، يعني مثلا التروس اللي بتبقى موجودة في جوه المكان، التروس دي بتبقى محتاجة تشحيم، فالشحم ده احنا نوفره. كذلك شركات كتيرة، يعني احنا مش بس منفردين لوحدنا، السوق مفتوح، في شركات محلية وفي شركات محلية ولها تعاون مع شركات أجنبية، في تبادل خبرات في هذا الأمر، بيوصلك في الآخر خالص ان بيبقى انت بتقدري تشوفي احتياجات وظروف تشغيل المصنع اللي متواجد عندك مثلا في الصناعة بتاعته، وتقدري توفري له أفضل زيت يخصه. ده بالنسبة للجزئية دي. في عندك مصانع زي مصانع البلاستيك، استهلاكها بيبقى كبير بالنسبة للزيوت. في مصانع زي مصانع الصابون، مصانع الصابون دي ممكن استهلاكها ضعيف جدا بالنسبة للزيوت. فهي صناعات، الصناعات دي بتفرق بقى، هل هو التشغيل عنده بيحتاج زيت ولا ما بيحتاجش زيت؟ هي دي الفكرة. شكرا جزيلا. الله يخليك.